كتبه، وايضا مزنه ولكن نويعس الشوط الاول الامتار الاخيره بن هدبه مشاهدينا الاعزاء ينتزع هذا الشوط الاول الرئيسي. سلام بن هدبه، سلام سلامي عليك يا سالم بن حمد بن هدبه، لحظات الوصول. اذا مشاهدينا الاعزاء مرحبا بكم في برنامج مع الفائزين، معي في هذه اللحظات مالك النويعس اللي فازت بالشوط الاول الرئيسي في ثنايا ابكار، سالم بن حمد بن هدفه المري. سالم الف مبروك وتستاهل ناموس. الله يبارك فيك ونشكركم على هذا اللقاء والحمد لله. نويعس من سلاله طيبه طبعا، من سلاله شاهين طبعا، جدها شاهين الشريم شاهين رقود، وامها من هجن من مربطنا، وبفضل الله ادت انجاز طيب ونتمنى منها ان شاء الله انجازات طيبه في المستقبل ان شاء الله. والله نويعس شاركت طبعا في جميع السباقات المحليه وطبعا كلها بالاشواط الرئيسيه وما طلعت من الخمس الاوائل بفضل الله، ولكن الحظ كان يعاند، وان شاء الله نوعدكم ان شاء الله في المستقبل انها تنجز انجازات طيبه، وهي سواء هي او اخوانها الموجوده في المربط، وعسى الله يسهل الامور ان شاء الله. السر اللي ما يعرفونه المشاهدين يمكنها لمسات صالح بن حمد بشريده خلف النويعس. نعم طبعا نشكر اخوي صالح على الاهتمام المنقطع النظير للنويعس واظهارته بهالمستوى، وابو حمد طبعا غني عن التعريف وهو يملك اعداد هائله من الهجن السبق بفضل الله. في الامتار الاخيره وفي التنافس كيف كانت اعصابك يا سالم؟ والله تعرف مالك الهجن طبعا في الامتار الاخيره يكون فاقد الشعور اذا كانت طبعا في منافسه في الثلاث الاوائل، لكن الحمد لله بفضل الله نويعس ما قصرت، وان شاء الله نتمنى لها المزيد ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله. مع هذا النجم المميز ومع هذا الخليجي الجميل تهانينا تهانينا نزفها لمالك الخليجي سعد بن مبارك بالضعيف المري على فوزه وتحقيقه بناموس هذا الشوط الاول للثنايا القعدان المركز الثاني. يسعدني في هذه اللحظات ان التقي احد الفائزين في الشوط الاول الرئيسي للثنايا قعدان، معي في هذه اللحظات صالح بن سالم بن الضعيف المري، تستاهل ناموس والف مبروك الفوز. تستحقين الله يبارك فيك. بداية وش سلالة القعود الفائز بالثنايا؟ سلالته قعزي من هجن رياسة. وش مشاركاته السابقة؟ مشاركاته السابقة كلها سبق، حاصل على الشوط الرئيسي في ميدان مروم، وحاصل على الشوط الرئيسي في ميدان راس خيمة، وفي رصيد السيارة في مهرجان فخر الأجيال، والإنجاز هذا أظنه إنجاز الرابع له. الشوط أمس كان قوي ولا الشوط ولا الفوز جاء بسهولة أمس؟ لا الشوط بدايته قوي، فيها قعدان قوية من ضمنها باريس قعد من قمرة. قعدان وايد لا يحضرني اسمع. ها هي لحظة الناموس، ها هي لحظة التتويج أمام المنصة الرئيسية، تهانينا لك من الأعماق يا سعيد يا محمد يا بن سعيد يا أبو عامر الخيارين على فوز فراعة، ها هي لحظة الوصول المركز الثاني. هناك مشاهدينا الأعزاء معي في هذه اللحظات مضمر فراعة الفائزة في يوم أمس بأفضل توقيت المملوكة لمحمد بن سعيد بعامر الخيارين، معي في هذه اللحظات علي بن راشد بن شابل المري. أبو راشد ألف مبروك وتستاهل ناموس. الله يبارك أمرك وتستاهل خير. أبو راشد بداية وش سلالة فراعة؟ فراعة على فراع الشيخ الشيوخ وأمها بنت صغان. وش مشاركات الناقة السابقة؟ والله الناقة شاركت وسبقت وشاركت أمس وسبقت. أول مشاركتها قدها فترة أمس. ابو راشد هل توقعت فوز فراعة امس بافضل توقيت؟ والله من يوم نصفنا المسافه توقعت منها انها تسبق وتكسر التيم. ليش ما شفناها في الشوط الاول بما انها افضل توقيت امس بفارق كبير من الاشواط؟ والله الناقه اول دخولها في الثمانيه والخير جاي ان شاء الله، نأدها المراكيض الجايه ان شاء الله. علي هل كان فيه منافسه امس من بعض البكار الموجوده في الشوط؟ والله من يوم استلمت الاول ما عاد ريت فيها منافسه. لكن صعب انهم ينافسونها. ابو راشد صعب ان المطيه تستلم الاول وتفوز في نهايه المطاف، دائما الهجله تندفع تتعب، لكن ميزه فراعه حددنا عن هذه الميزه. ميزه فراعه من يوم تعدينا الثلاثه اكدت انها ان شاء الله الى الله وفقها مع الحد بلحقها، ومن يوم جينا اثنين وانا مدبر بهم اخليهم يطردون ولا عاد الحقوا. نعم ابو راشد مبسوط بعد الفوز؟ الحمد لله رب العالمين، اكيد راعي المطيه من يوم شوها تسبق وهو مبسوط. نتمنى لك التوفيق الدائم ابو راشد وجعل الناموس العايد ودائم ان شاء الله. نناولك ان شاء الله، نناولك الجميع ان شاء الله.
سكتت.